وينهم جماعة التعدين؟ وينهم جماعة البيتكوين؟ مش طالع حسن هالكم يوم. هالأسبوع وحدة من أكبر شركات تعدين البيتكوين بالولايات المتحدة بيعت 25200 جهاز تعدين بيتكوين لتوفي ديون قيمتها 67.4 مليون دولار. طبعا هيدا الشي بيوحي عن اعتقاد الشركة بأنه قيمة الأجهزة اليوم بتفوق قيمة المدخول يلي بده يجيها من وراء تعدين البيتكوين مستقبلا. واليوم هبط سعر البيتكوين وسجل حوالي 20600 دولار للوحدة.